بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، متابعين الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. يتجدد اللقاء في أول أيام هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد، وتنطلق هذه المنافسات الخاصة بسن اللقاية وأشواط الإنتاج في هذا المساء. مشاهدين الكرام، ينطلق رابع أشواطنا وتحديات هذا السن. نبدأ هنا ونتابع مشاهدين الكرام البداية والصدارة. نذكر أيضا هناك بالجائزة النيسان بترول ستيشن في انتظار الفائز بالمركز الأول. متابعين الكرام، أبدأ مع الصدارة والزعفران. هنا ينطلق على أول المراكز لعبد الله بن ربيع بن عبد الله بن مجحود، هنا على أول المراكز. بينما أتابع ثاني الأسماء من الجانب الآخر، التقدم في هذه اللحظات والقادم الريان سالم بن راشد بن ناصر الزبدان المري، ولكن التغيير. أتابع أيضا القادم في هذه اللحظات، هناك مع ثالث المراكز الجوري علي بن عبد الله بن علي العطية، هنا يتواجد مع رابع أو ثالث المراكز. بينما رابع الأسماء، وتابع اللحظات، وتابع القدوم هنا من الريان سالم بن مبارك بن سالم بن سالمين المري، وخامسا هنا يتقدم مشاهدين الكرام من ريان لسالم بن حمد بن صالح القمر النابت. هكذا النداء متابعينا مشاهدين الكرام لمراكزنا الخمس الأولى المتقدمة والمنطلقة في هذا الشوط. ولكن أعود مع الزعفران، هنا مع انطلاقة الزعفران واندفاعة الزعفران المميزة، ولكن التجاوز بهذه اللحظات من الريان سالم بن حمد بن صالح القمر النابت. هنا ينطلق يقدم أيضا الريان باندفاع ممتاز بهذا التحدي في أشواط الإنتاج والمنتجين. بينما أتابع ثاني المراكز، يصل الزعفران عبد الله بن ربيع بن عبد الله العجمي هنا القادم والمتواجد مع ثاني المراكز. بينما أتابع تقدم في هذه اللحظات من الجوري بشعار العطية، تصل هنا يصل الجوري وينطلق في هذه اللحظات علي بن عبد الله بن علي العطية مع انطلاقة شعاره الأخضر ذو النجمة المميزة في هذا الشوط. بينما أتابع رابع الأسماء ويتقدم الريان في هذه اللحظات سالم بن مبارك بن سالم بن سالمين، هنا يتواجد مع انطلاقة الريان وخامس الأسماء. وتابع نشوان هنا في هذه اللحظات، يصل شعار راشد بن بخيت بن علي بن مقارح، يصل مع هذه اللحظات بنشوة الفوز والانتصار. انطلق أيضا نشوان هنا مع خامس المراكز. مشاهدينا الكرام، هذه الأسماء، هذه الشعارات المتواجدة في منافسات ميدان الشحانية ضمن هذا المهرجان الكبير، مهرجان الأمير الوالد، يستقطب أيضا أفئدة الجميع، الكل حاضر وأيضا متواجد هنا في ميدان الشحانية، والحرص الدائم من ملاك هذه الرياضة، رياضة الهجن العربية الأصيلة، للحضور في مثل هذه المهرجانات. تجمع أيضا أبناء الخليج في مضمار واحد، في اندفاع واحد، وأيضا التقاء أخوي كبير
الكبير. أعود هناك مع البداية، أعود مع الريان، الريان هنا ينطلق مشاهدين الكرام على البداية والصدارة. سالم بن حمد بن صالح القمر النابت هنا على أول المراكز، ولكن العطية يقدم الجوري يصل هنا مع ثاني المراكز لعلي بن عبد الله. بن علي بن عبد الله العطية وصل بمقارح، أحد الأسماء القوية، أحد الشعارات أيضا الحاضرة دائما في أشواط الإنتاج والمنتجين. يصل هنا مشاهدي الكرام نشوان لراشد بن بخيت بن علي بن مقارح. الله الله يا الأسماء، وتابع الريان هناك مع رابع المراكز سالم بن مبارك بن سالم بن سالمين هنا مع رابع المراكز، وخامسا هناك وتابع التقدم من الزعفران عبد الله بن ربيع بن عبد الله العجمي أيضا القادم مع هذه اللحظات، يقدم اندفاع ممتاز وانطلاق الزعفران مع خامس المراكز. ولكن أعود إلى البداية، بدأنا بالاقتراب، الكل قادم في هذه اللحظات للظفر بالناموس. الله 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 يا بن مقارح، مع نشوان هنا، مع نشوان ينطلق على البداية والصدارة. راشد بن مخيت بن علي بن مقارح هنا مع البداية والصدارة. الله يا نشوان، ولكن الجوري، الجوري متواجد مع ثاني المراكز في هذه اللحظات. ينطلق مشاهدينا الكرام علي بن عبد الله بن علي العطية هنا متواجد مع ثاني المراكز، ولكن الاسم القادم وصل مفرح، وصل مفرح في هذه اللحظات. سعيد بن ناصر سعيد بن علي الشيبة ينقض في هذه اللحظات، ينطلق مع ثالث المراكز ويتقدم الزعفران عبد الله بن ربيع بن عبد الله. الرزق العجمي هناك المتواجد مع رابع المراكز، ولكن الأمور هناك مع الصدارة مع بن مقارح. الله الله الله، وتابع انطلاقة نشوان بنشوة الفوز بنشوة الانتصار. هنا نشوان راشد بن مخيت بن علي بن مقارح، أحد الأسماء اللامعة، أحد المحاربين القدامى المتواجدين في هذه الرياضة، يقدم شعاره هنا مع البداية والصدارة بخبرة الكبار بخبرة الأقوياء. هنا ينطلق مع أول المراكز، ولكن الله ينفرح، وصل الشيبة. هنا سعيد بن ناصر سعيد بن علي الشيبة انفرح ونشوان، ولكن الله 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 يا الشيبة، نشوان هنا وتابع وتابع انفرح، انطلق على الصدارة، ولكن عاد بن مقارح، عاد بن مقارح مع اللحظات الأخيرة مع نشوان، نشوان وانفرح اللحظات الحاسمة، خط النهاية، ولكن الجوري يصل، الجوري هناك قادم، ولكن خلاص الأمور هنا مع الصدارة مع نشوان، نشوان هنا مع الانتصار، نشوان مع الفوز مع اللحظات الأخيرة. الله يا بن مقارح، هنا مع اللحظات الأخيرة نشوان 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 هنا، وخط النهاية، خط النهاية مع نشوان، مع أيضا هذا الأداء الممتاز نشوان يظفر بناموس هذا الشوط. نهني راشد بن بقيت بن علي بن مقارح على هذا الفوز والانتصار، ثاني المراكز وصل مفرح سعيد بن ناصر سعيد بن علي الشيبة. الجوري أتى ثالثا لعلي بن عبد الله بن علي العطية، رابع المراكز وصل الفائز لعلي بن طحنون بن جابر آل جبران المري، وخامس المراكز كان الوصول من ملفي لفهد بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، تابعنا المنافسة والندية حتى اللحظات الأخيرة، واستطاع نشوان هنا يهدي أيضا مالكه ويهدي شعاره، شعار بن مقارح الحاضر في هذا الشوط. التوقيت الزمني 7:24، 3 أجزاء من الثانية. نهني راشد بن بخيت بن علي بن مقارح على هذا الفوز والانتصار، بينما ثاني المراكز وصل مفرح بتوقيت 7:24 و6 أجزاء من الثانية. نهني مالك مفرح سعيد بن ناصر سعيد بن علي الشيبة، وثالثا وصل الجوري ب7:25 بالوفاء والتمام. نهني مالك الجوري علي بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية، تهانينا والناموس للجميع. إذن